وفي نشرة سابقة تحدثت الزميلة سهير عصفور مفادة مركز الأخبار إلى مدينة لوس أنجلوس عن التحضيرات الجارية لإطلاق هذه الجائزة العالمية الفريدة من نوعها. هذه المدينة التي سوف تشهد يوم غد تدشين جائزة الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برعاية ملكية. هذه الجائزة التي تجسد الرؤية الثاقبة والسديدة لجلالة الملك المعظم الذي تدعو دائما إلى نشر قيم التسامح والتعايش والتعددية بين جميع الأجناس وبين جميع الديانات ونبذ التطرف والكراهية. طبعا هذه الجائزة التي يقوم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بتدشينها تسلط الضوء على جميع الأمثلة المضيئة والمشرقة والتي كان لها دور فاعل ومهم في عالم الإنسان التي عملت فعلا من أجل نشر القيم التسامح والتعايش بين الجميع. يوم غد سوف يتم تدشين هذه الجائزة بإذن الله بحضور العديد من الشخصيات المهمة من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا جميع الدول الأوروبية والكثير من الدول والشخصيات المهمة. وأيضا سوف يكون هناك مؤتمر صحفي يسبق حفل التدشين. يوم غد سوف يتم تدشين هذه المبادرة التي هي جزء من المبادرات العديدة التي كانت برعاية ملكية والتي أطلقها مركز الملك حمد للتعايش السلمي، ومن أهمها ربما إعلان مملكة البحرين الذي تم تدشينه في العديد من الدول، وأيضا كرسي الملك حمد العالمي للحوار والتعايش السلمي وغيرها من المبادرات التي نالت إشادة دولية وإشادة عالمية والتي أصبحت نموذجا يحتذى به. اليوم هذه الجائزة سوف تكون منارة في عالم الإنسانية وسوف يكون لها دور مهم وفاعل في أن تكون خارطة طريق لنشر قيم التسامح والسلام والتعددية والتعايش بين جميع الأجناس وبين جميع الديانات. طبعا هذا كل ما لدي لهذا اليوم، وسوف نوافيكم بالطبع بتفاصيل هذه الجائزة والتغطية يوم غد بإذن الله.